الانتخابات البرلمانية العراقية على الأبواب، وبدأت الحملات الانتخابية للقوائم والمرشحين. انطلاق الحملات أثار جدلاً كبيراً حول إزالة صور القتلى في المعارك مع داعش واستبدالها بصور المرشحين. كل قائمة ومرشح يروج لنفسه على طريقته، طرق لم تخلو من الغرابة والطرافة. هنا أكبر صورة لأحد المرشحين قد تدخل موسوعة جينيس، ومرشح آخر يدعي النبوة. حلو، مو انت تكون النبي، انا ابو النبي والله ابو النبي، والجيم ايش عقده ابو النبي؟ لا مو عم انا ننزل اجل، شنو الحاجه الدنيا؟ انا من اول شنو الحاجه الدنيا؟ وطرق كثيرة وغريبة لكسب الناخبين. وهنا رسائل انتخابية من تحت الماء. ما يميز هذه الانتخابات نسبة المرشحات العالية والتي تراوحت بين الترحيب والإعجاب والسخط والتشهير. الحلوان شكو واحدة جميلة انتخبها والله خليها على راسي ساكات الحلوات اموت علي هاي موسى انتخبيك لا 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 بيلا ما انتخبيك لا 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 يداد واحد واحد لا ما انتخبيك يما لكن الثابت هو أن الساخطين كثر على جميع المرشحين، وهناك من رد بالحذاء على هذه الحملات. الشيء بالشيء يذكر، الصحفي منتظر الزيدي الذي ضرب الرئيس الأمريكي جورج بوش بالحذاء يترشح أيضا للانتخابات. أعلن اليوم عودتي النهائية إلى بلد الحبيب العراق بعد سنوات من المهجر والمنفى، وأيضا أعلن عن ترشحي إلى مجلس النواب العراقي عن تحالف سائرون نحو الإصلاح إن شاء الله كتلة الاستقامة. فهل سيحقق المرشحون وعودهم الانتخابية وينتشلون العراق الذي أنهكته الحروب والفساد لسنوات طويلة أعادته عقودا إلى الوراء، أم أن المشهد سيتكرر مقتصرا على الوعود لينتظر العراقيون سنوات أربع أخرى؟